أخيرا وأخيرا قربت القصر. أوكي والله القصر كبير هذا. في ناس ميتة هون. ماست باس فور تريلر 2. تحكي لي لازم تسوي اربع اختبارات منشان تعدي المنطقة هاي. يعني هذا اربع بوابات لازم كل بوابة لها اختبار. خلينا نروح على الاختبار الاول. شو هذا؟ لازم ارمي القنابل على حسب النغمة؟ يا الهي دي دي. اوكي بانه هذا اول اشي. غلط. كيف بدي اعرف يعني انا؟ اوكي بينا بالبداية هي هاي. هيك. غلط. زبطت طبيلة مزبوطة صح. اوكي اشتريتنا اول اختبار. اوكي اول اختبار اشتريتنا. اوكي طلعنا طلع الحجر اللي فوقيه اللي تحتيه هذا. بنروح على الاختبار الثاني نشوف ايش هو الاختبار الثاني. واللي لازم تاكل كل اشي في هاي الغرفة. كيف بدي اكله؟ حطها النار يعني؟ اوه انا فهمت كيف بدي اكله. بحرق حالي وهيك باكله. اوه ماي جاد. اوكي بنقص الهيلس اللي الي. اوه والله قصة هاي. اوكي تمام. اوكي طب حط لي هذول هيك. اياهم كلهم غاد. حط لي اياهم عشان انقص حالي واكل مع بعض نفس الوقت. لازم اكل كل الاكل الموجود في الغرفة. كل الاكل الموجود في الغرفة. اوكي اوكي احط لي كله غاد منشان انقص واكل بنفس الوقت لاسهل الموضوع على حالي. ما بدي ضل ايش رايح جاي هيك اريح لي. اوكي كما ضل لحمة ما ضل. خلينا نقربهم ديهم هون. تمام هيك بنقص حالنا وبناكل بنفس الوقت. هيك
فتحت البوابة مع انه ضايل لحمة. اوكي تمام، ضايل تنتين لازم اخلصهم. معقول دي؟ اتأكد والله، بس باش يكون لازم ناكلها دي. لا هي خلص هيك. اوكي very funny you can you leave now. اوكي تقدر تروح هلا، مش تتمنى المرحلة الثانية. ضايل الثالثة والرابعة. اوكي الثالثة اللي هاي ليش مالي ما مش قادر امشي بسرعة. اوكي هاي الثالثة. اوكي بحكي لي لازم تضلك ماشي، ما توقف يعني باعتبار. ايش هاي المنطقة؟ ايش هاي المنطقة؟ نوقع اذا نزلنا؟ وقعت وقعت وقعت. اوكي لا في ايش تحت؟ يتلقاني؟ اوكي تمام. ليك حكالي ماتي الا تضلك ماشي. اوكي المنطقة هاي شكلها صعبة. شكلها المنطقة هاي جد صعبة. اوكي ايش في هون؟ اوه لا في ارضية. اوكي تمام ننزل على هاي، خلينا نفز على هاي ونروح تحت. لا 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 اوكي 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 لا متنا. لا مية عادية هاي او دم. معقول؟ اوكي ايش هذا؟ متنا ولا شو؟ اوكي لا بحكي لي انه يرفق. اوكي عشان هيك جاب لي سر الوجه. خلصنا المرحلة هاي، هذه هي المرحلة باعتبار. اوكي ضايل المرحلة الرابعة لنخلصها بس اخر مرحلة. نشوف اذا بعدها لايف هذه باعتبار عشان عن الحياة بتحكي التريلر. هاي المهمة وش ذاك. عن الحياة. ايش هاي؟ هات المجرفة والله. اوكي فحرت، في بذرة شفتها هناك. اوكي هذه هي. اوكي 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 انا فهمت ايش معناها. حط هاي هون، حط عليها التراب. طيب وبنمسك المي. فيها مي كمان. طلعت. لازم تكبر صح ولا لا؟ ايش باقي؟ طب سقيناها نضل نسقيها؟ اوكي اوكي سقيناها. ايش بدها الزراعة؟ تراب، مية، شمس. اوه شمس في فوق. اوكي ايوه هيك كبرت تمام. معقول لازم اطلع عليها؟ اوه بطلع عليها. اوه اوكي 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 تمام وصلنا، خلصنا البوابة الرابعة. يبوست.
تحكي لي انه انت خلصت مهمات مطلوبة منك، اجتزتهم، هلا شو ضايل علينا؟ اوكي طلعنا، ايش في هلا؟ يو ار وور. اوكي نزل السقف. اوكي بقول لي خذ المصعد توب تطلع لفوق، لكن ما قرأت الباقي شو حكى. تمام خلينا نطلع لفوق نشوف شو بصير. قاعدين نطلع؟ هلا والله. اوكي وين نروح هوني؟ هلا والله. اوكي